فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر المأموم بالتكبير وبالقراءة، نعم، إذا جهر المأموم بالتكبير والقراءة دائما فهل عليه شيء؟ إذا جهر المأموم بالتكبير والقراءة دائما فهل عليه شيء لأنه قد تعود على رفع الصوت؟ أي نعم، يخل هذا بصلاته، يخل بصلاته ويؤذي من حوله ويشوش على الإمام، هذا لا يجوز. نعم، ولا يعود نفسه ذلك، ما يقول هذه عادتي، لا، غير العادة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.